الو. ايوه حبيبي. مين معايا؟ مش عارف صوتي. الناس بشكل مشاهدة فيلم مختلف جديد بنقدم فيه قضية مختلفة أنا ما قدمتهاش قبل كده، وبعمل فيه شخصية شايناز. الشخصية دي ما قدمتهاش قبل كده في السينما خالص. ونتكلم على عن الميديا عامة والفيسبوك وتأثيرها على علينا سواء بالسلب أو الإيجاب. ونتكلم عن الخيانة، نتكلم عن ازدواج الشخصيات، بنتكلم يعني هو فيلم مش هحرق لك الفيلم، بس هو يعني موضوع مختلف وانا شايفه ان احنا بنقدمه بشكل مختلف ممكن ما طرحش قبل كده. عملت غنوة الفيلم اللي هي غنوة اشوك خالد سليم ومي سليم، كلماتي والحاني توزيع احمد ابراهيم، موسيقى التصويريه اشتغل معايا فيها الموزع الموسيقى طارق عبد الجابر ومهندس الصوت هاني محروس. هي اول تجربه ليا في الموسيقى التصويريه. بتمنى ان شاء الله ان انا اكون عملت حاجه يعني تعجب الناس، وان الفيلم نفسه كمان يعجب الناس ان شاء الله. احساسي طبعا ان انا لسه في كواليس الفيلم، يعني ببص يمين وشمال بلاقي مي ولا شاهين ولا الناس كلها، فسعيد جدا بلمه الناس حواليا، سعيد بوجودكم بتغطيه الحدث بتاعنا ده، ودي حاجه مهمه لينا وشرف كبير ان انتم معانا. طبعا هو دكتور صيدلي اتخرج من يعني خلص دراسته في مصر وسافر احد الدول الخليجيه عشان يرجع يكون يعني يعمل لنفسه مشروع ويتجوز البنت اللي بيحبها. التكنولوجيا بتخش في الموضوع تبوظ الدنيا خالص، فيبقى في ups and downs كبيره في العلاقه اللي بينه وبين الاهل. هو شاب صاحبه جاي من بره من الدوله المائيه يعني، بيجي عشان يتجوز وبيمشي معاه لغايه يوم الفرح بيحصل مشكله والفرح بيتفشكل خالص، وهو ده بقى هنا ده يعني صميم الفيلم.